بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين إيه أصدقائي؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله، وإن شاء الله دائما زايدين مش ناقصين. طبليت النهاردة بقى، والسفرة بتاعتي عليها محشيات يا جماعة. النهاردة هعملكم محشي الفلفل ومحشي البطاطس والطماطم، دي المحشيات اللي احنا بنحبها البيت كله بصراحة، عشان في عندنا في ناس ما بتحبش الكوسة وفي ناس ما بتحبش ورق العنب، فاخترت بقى المحشيات اللي البيت كله بيجمع على حبها. فالنهاردة هعملكم المحشيات دي جنب بقى الكرنب بتاعي اللي لازم سيد المحشيات ما لازم يتعمل بصراحة، فأنا عملته لكم مرتين قبل كده. فالنهاردة هعملكم الفلفل والطماطم والبطاطس. حمرت البصلة وحطيت اللية بتاعتي اللي بتدي طعم جدا حلو في المحشي في التخديعة، ونزلت عليها بقى بكام فص ثوم كده بدي ريحة جميلة جدا في التخديعة. الطماطم تحت النهاردة أنا مش هخلطها، أنا هقطعها مكعبات وسبكها في قلب البصلة، بتدي طعم حلو جدا بصراحة على أنك تخلطيها. بعد ما حمرت بقى التومة والبصلة بالشكل ده، هنزل عليها بقى مكعبات الطماطم واسيبها بقى ايه، احط لها معلقة بيكربونات ونص معلقة كده ونص معلقة سكر، واسيبها بقى على نار هادية لحد ما تتسبك معايا وتبقى زي الزبدة معاكي. فهي احلى بصراحة من انك تخلطيها، بس اهم حاجة تسيبيها على نار هادية بالشكل ده. انا سايبها بقى على نار هادية، شايفين بقت ازاي؟ كأنك خلطها، بس انك كل عصارة الطماطم والهن بتاعها بتبقى جميلة جدا. حطيلها بقى التوابل، فلفل وكسبرة وكمون والملح بقى والفلفل والشطة، كل التوابل بتاعتي حطيتها. دلوقتي بقى هنزل بالكسبرة بتاعتي والشمار قطعتهم، وهنزل عليهم على الصلصة، وبعد كده هحط الرز بقى وادي التخديع العادية بتاعتي بتاعت المحشي اللي بنعملها العادية جدا. زي ما قلت لكم الطماطم ما خلطتهاش، بقطعها مكعبات، بتبقى أحلى من أنك تخلطيها بالشكل ده. ودي خلصت بقى التخديع بتاعتي، هسيبها بقى تهدي شوية، هطفي عليها النار وحطها في أنا قسمت بقى النهاردة عشان هعمل الكرنب بتاعي وهعمل المحشي الفلفل. معلقتين الزيت يا جماعة دي بدي لمعة حلوة جدا للمحشي وتطعيمة حلوة جدا لما تحطوها في قلب التخديعة وتقلبيها كده، بتفرق في الطعم جدا. قلبتها كده وبقى واسيبها بقى تبرد براحتها. زب ما انا اقطع ورق الكرنب واجهز الفلفل بتاعي افتحه واقشر البطاطس بتاعتي، يعني اجهز المحشي بتاعي على الحشو. بقطع كده ورق الكرنب بقى وحسيبه على جنب، خلي والدتي كده تلف فيه على جنب، وانا هعملكم محشي الفلفل والبطاطس والطماطم، لان انا عملت قبل كده معكم محشي الورق الكرنب، عملته كذا مرة. فانك تعمل محشي لازم ورق الكرنب، فهو ده سيد المحشيات بصراحة وأحب واحد على قلبي. بقطع بقى بجهز لأمي وهي بقى هتلفه بقى على جنب. مين بقى ما بحبش محشي الكرنب؟ يعني كل الدنيا بتحب محشي الكرنب. الفلفل بتاعي بقى انا دلوقتي هفتحه
وهقشر الطماطم واجهزها. قلب الطماطم يا جماعه لما تحمروه كده بالتوابل كده تعملي احلى سندوتشات بيه تاكليه بعد الفطار، جميل جدا. او تخليه للسحور، انا بصراحه خليته للسحور، حمرته وخليته للسحور وعملته سندوتشات كده جميل جدا. عايزه تحطيه برضو للتخديع برضو، وتحشي بيها قلب البطاطس كمان بيبقى طعمه جميل جدا. انا بعمل كده برضو، بحشي بقى الفلفلايه بتاعتي وبخلي بقى الربع من فوق كده عشان ايه ما الزيت مع الرز بيزيد بقى جوه المحشي، ما عشان ما تطلعش لبره. طعمه جميل جدا محشي الفلفل، خلصت الفلفل دلوقتي بعمل البطاطس بتاعتي. بصراحة عندنا البيت كله بيحب البطاطس والطماطم والفلفل. الكوسة بقى في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، ورق العنب كذلك. فعشان كده انا اخترت لكم البطاطس والطماطم عشان البيت كله عندنا بحبه. اول يوم بقى بكون اكل التقليدي، اول يوم رمضان تبليط رمضان، الملوخية، الفاصوليا الحمراء، الرز والشوربة. فمن تاني يوم بقى بنبتدي بقى المحشيات بقى، محشي الكرنب، محشي الفلفل، مرة سنة رقاق بقى، مرة مكرونة بشاميل. فرمضان دايما عامر بخيره وبركته كده وأكله المميز والجميل. انت الاكل ده بتعمليه قبل غير رمضان، بس ان حتى الميه في رمضان لها طعم مختلف بصراحه. مش عارفه انتوا تشاركون الراي ده ولا، لان انا بحس ان الميه طعمه مميز. انتوا صايمه، العصير طعمه مميز، انك بتعمل عصير بعد رمضان بس ما بكونش بحلاوه انتوا صايمه بصراحه. الاكل نفس الاكل ورتمه هو هو وطعمه هو هو، ما بتزوديش حاجه، بس انك بتاكليه انت وصايمه فبدي طعم، بخليكي طعم مميز كده، هتحس ان رمضان مميز باكله وببركته. وحتى الميه زي ما قلت لكم مميزه في رمضان، لان دي بركه الصيام يا جماعه. انت صايمه بتحسي ان كل الحاجه اللي بتعمليها بتطلع حلوه، فدي من يعني ميزه الصيام بقى، وبديكي صبر وبديكي. انا عايزه اقول لكم انتوا كل الستات اللي بتطبخ، خلي دايما لسانك عامر بذكر ربنا. يعني انتوا بتطبخي مش شرط تمسك السبحه، وما مسكتش السبحه انا مش فاضيه انا بطبخ، لا، انتوا بتعملي الحاجه ببقك تتكلمي وتقولي الله اكبر سبحان الله الحمد لله، حتى الاكل نفسه هيطلع كده بركه وحلو وجميل منك. فدايما خليكم بذكر الله، دايما لساكم مرطب كده بذكر الله. الطماطم بتاعتي انا بالقلب بتاعها بحطها على المحشي بتاعي، فبدي تطعيمه حلوه كده في الشوربه. يعني خليكم كده طلعوا كل قلب الطماطم وحطوه على المحشي دغري كده على طول، بدي تطعيمة حلوة. أو ممكن تحطوه على الشوربة وتغلوه في الشوربة وبعد كده تسقوا بيها المحشي، هي نفس الطريقة يعني نفس النتيجة، بس أنا بقورها كده فوق المحشي بتاعي وأقوم حاشيها وحط الطماطم. حط الطماطم من فوق عشان ما بتاخدش وقت بس في السوا وتتهرب معاكم بقى. فأول حاجة المحشي الفلفل وبعد كده البطاطس على جنب، وحطوا الطماطم من فوق عشان ما تتهريش معاكم. الكرنب بقى بتاعي لفيناه فعملته على حلتين صغيرين عشان بقى أشيل حلة بقى، عشان النهاردة هناكل محشي فلفل، فهعمل الحلة الصغيرة الكرنب بتاعي وأشيل الحلة بتاعتي في الفريزر.
عشان نعملها بقى بعد يومين ثلاثة كده، نطلعها جنب الأكل بتاعي وأعملها. وده بتاع المحشي بتاعي خالص، بقوم بقى نص معلقة سمنة كده أو ربع معلقة سمنة بلدي يا جماعة، مش أي سمنة، بدي تطعيمة جدا حلوة للمحشي. أنا لازم بقى اللية والربع معلقة السمنة كده على الوش يعني، ومكعب مرقة من فوق بقى ترشوه، ومعلقتين صلصة ومحسق بالشوربة. فأنت متخيلة الطعم بقى إيه، طعم المحشي بتاعك هيبقى طعمه إيه بصراحة. بالشكل ده بحط الشوربة بتاعتي، بحطها من فوق، ودي شوربة، احنا شوربة لحمة دي بغليها على النار عشان أسقي بيها المحشي بتاعي، ودي معلقتين صلصة من الصلصة بتاعتي بتاعت التخديعة، شلتها على جنب كده عشان أحطها على الوش أطعم بيها بقى المحشي بتاعي. زي ما قلت لكم، انتوا حاطين بقى صلصة من فوق، وحاطين بالسج وبالشوربة، بتحطوا مرقة مكعب وربع معلقة سمنة بلدي، فشوفوا انتوا الطعم بقى هيطلع ازاي. هز الحلة لما تحطي الشوربة بتاعتك، هز الحلة بحيث ان الشوربة تنزل لتحت، وبقى المحشي بتاعك كله يستوي مرة واحدة. وهسيبه بقى اول بقى البداية على نار عالية، ياخد له كام غلوة كده، وبقوم بقى موطي النار شمعة عليه يستوي بقى. دلوقتي انا حوطت النار عليه غلى معايا، يستوي بقى على نار هادية، الوحدة بوحدتها ما يشعدش معاكي من تحت بالشكل ده. هقوم مغطي عليه وموطيها بقى. فزي ما قلت لكم، انتوا حطيتوا كل حاجة، فتخيلوا طعم المحشي بتاعكم هيطلع ازاي. ادي شايفين الوحدة بوحدتها كده المحشي بتاعنا، يعني طعمه جميل جدا جدا جدا. وبقى ادي محشية النهاردة، او طبليتي بقى اللي عليها بلح رمضان، لازم البلح يا جماعة، وطبق الكشري لازم ضروري، وطبق السلطة وفتة بنفت. احنا بصراحة الملوخية بتاعتي ودي العصير بتاعي. وما تنسوناش عاد بدعوة حلوة واشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو عجبتكم فيديوهاتي وقناتي، واتمنى تشاركوني آراءكم. وده بقى المحشي بتاع النهاردة وطبليتي في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.